المؤتمر الثاني للاقتصاديين الزراعيين المنعقد بسبها اختتم أيامه باستعراض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الزراعة، خاصة في المنطقة الجنوبية باعتبارها السلة الغذائية المهملة في ليبيا. ركيزة الانتاج الزراعي هو الاقتصاد. أي شيء لما تدرس دراسة اقتصادية وتعرف ما مدى جدوة المشروع تكون أنت في بر الأمان من ناحية الزراعة والحصاد والانتاج والتصدير والمناولة والتخزين وهكذا. جميع السلع الزراعية مهما كان نوعها هي تحتاج لدراسة اقتصادية، ولجانب الاقتصادي أو الشق الاقتصادي مهم جدا في دراسة أي محصول أو انتاج أي سلعة زراعية على مستوى الدولة الليبية أو في أي دولة من دول العالم. عثرات القطاع الزراعي والتجارة الخارجية للسلع الغذائية في ليبيا من حيث الإنتاج والتسويق كانت من أهم محاور النقاش هنا، فالزراعة شهدت في الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، ما يتطلب وضع خطط وحلول تسهم في النهوض بالاقتصاد الزراعي. نقوم بوضع سياسات للتركيب المحصولي والمحاصيل التي تمتاز بها هذه المنطقة ومواكبتها من بداية الإنتاج إلى عملية التسويق، يمكن من سد جميع احتياجات السوق المحلي، ويمكن أيضا التفكير في التصدير للخارج. القائمون على المؤتمر حاولوا لفت نظر الجهات المسؤولة للأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع الزراعة ومخرجاته لتحقيق الأمن الغذائي وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية.